انا شايفاه انه اناني قوي وعنيد قوي، ويجعل نهايتها قريبه على خير. يعني ندعي لهم طول الوقت، بس كل شويه بيحصل تصعيد اصعب من اللي قبله. ربنا معاكم وينصركم ويقويكم ويجعل نهايتها قريبه على خير. يعني هقول لهم كل اللي شايف انه يقدر يعمل حاجه يعملها، ولو بالسلب او بالايجاب بتساعد فارجوك ما تتاخرش، لانه في النهايه في ارواح تانية متعلقه، لربما تكون دي سبب ضغط على الله اعلم، على الراي الاعلامي، على الاله المتوحشه في اللي بتعمل فيهم كده في فلسطين. بجد انا مش ما عنديش كلام يقدر يساعد، وما عنديش كلام قصاد كل المواقف المرعبه اللي بنشوف بس صورها. احنا بنشوف صور، احنا ما نعرفش حال وحاله الناس، فالموضوع ابشع واكبر من ان احنا نقدر عشان كده بشوف الكلام قصاده بسيط. انا كهبه متهيأليش، يعني انا شايفاه انه اناني قوي وعنيد قوي، وزي ما فعلا احنا قدمنا وجهه النظر في المسلسل عاند القدر بطريقه مستفزه. فانا لا، اكيد انا كمان يعني لا، هبه بشكل شخصي مش ممكن افكر بالطريقه دي. اي حد صانع دراما او مهتم بالعمل الدرامي هيلاحظ السنه اللي فاتت تحت الوصاية وتجارب كتير، السنه دي الحشاشين وصله رحم واعمال كتير مهمه احترمت المتفرج، فالمتفرج كمان اصطف حواليها وعمل لها رد فعل كبير. مغامرة لأنه أنت برضو بتناقش قضية ممكن الناس تهاجمك فيها، يعني أكيد يعني أنت بص، خلينا متفقين المجتمع مش بسهولة تناقشه في القضايا اللي فيها شوية حساسية، زي التحرش، زي يعني تأجيل أرحام، الإجهاض. يعني والله هو ردود الافعال بدات من اول حلقتين، يعني احنا ما كناش متوقعين ده. يعني احنا كنا لسه بنصور وجت ليله رمضان، ليله الوقفه، كان اوريدي نزل على الاونلاين يعني حلقتين، ففوجئنا تويتر بدات الناس تتكلم، واحنا حتى ما بداش يعني ما حدش بدا اي دعايه، ما فيش دعايه لسه يعني تعتبر موجوده في الاوت دور، هو بس التريلر ونزل الحلقتين. فالحمد لله الناس من والموضوع لانه كمان غريب ومميز، فمن اول حلقتين الناس قررت تكمل معانا، فالحمد لله ان احنا مع استمرار الحلقات ما خذلناهمش. يعني ما فيش حد فينا ما بقاش بيدور على مصلحته هو الشخصيه بشكل او باخر، بس هي الفكره حدودها فين، حدود ده لحد فين. دي شغلتنا، يعني شغلنا ان احنا نمثل، نظهر في الايفنتات اللي تخص اعمالنا، فمش كل اطلاله هتبقى شبه الثانيه، ومش كل اطلاله ممكن تنال اعجاب كل الناس. في النهايه مش دايما هنرضي كل الاذواق. انا ما بعملش اي حاجه على مزاج الناس حقيقه، يعني انه انا يعني انا طول الوقت من وانا صغيره ما بعملش اي حاجه وفقا الناس هتحبها ولا لا، بعمل اللي اشوفه مناسب بالنسبه لي وللحدث والمكان. يعني انا طول الوقت يعني بشتغل على فكره انه انا رايحه فين، انا كمان اقدر اعمل ايه، ما اقدرش اعمل ايه، حدودي انا يعني ده مريحني ولا لا.